صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه نائب جلاله الملك المفدى ولي العهد حفظه الله مرسوم رقم 39 لسنه 2021 بتعديل الماده الاولى من المرسوم رقم واحد لسنه 2011 بانشاء اللجنه العليا للثروات الطبيعيه والامن الاقتصادي جاء فيه الماده الاولى يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم واحد لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي يضاف بند جديد برقم اثنين ويعاد ترقيم باقي البنود تبعا لذلك نصه الآتي اثنان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى